اهلا بيكم معانا في القناة. احنا في قناتنا هنتعرف على الحياة اليومية لذوي الإرادة وذوي القدرات الخاصة. هنشوف مع بعض ازاي بيقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا جدا، ازاي كلهم طاقة وحيوية، كلهم نشاط زي ما احنا شايفين كده. دول زوجين من ذوي الإرادة، والاتنين بيقرروا ان هما هيتعاونوا في كل شيء علشان يقدروا يكملوا بعض ويقدروا يساعدوا بعض. زي ما احنا شايفين، مش الزوج بس اللي بيشتغل وشايل الحمل والمسؤولية، لا بل كمان زوجته بتساعده. الاتنين بيكملوا بعضيهم علشان يقدروا يعينوا بعض على الحياة. كلهم تفاؤل وثقة، وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض في قناتنا.